دايما الناس كانت بتطالب بوجود احمد علي في المنتخب، احمد علي في المنتخب، وانت كنت معايا يمكن في بعض الاوقات وكان في حلقه وما كنتش فاقد الامل، يعني كان عندك عزيمه ان انت تنضم لمنتخب مصر، وفعلا انضميت لمنتخبنا الوطني. ايه بقى شعورك دلوقتي بقى؟ اكيد طبعا الحمد لله، الواحد مبسوط جدا، فرحان فرح وقتي، يعني فرح وقتي ان انت تم اختيارك للقائمة بتاعت منتخب مصر. لكن طبعا دوت بعد كده الموضوع يبقى فيه مسؤولية كبيرة، ويبقى الموضوع صعب، في ماتشات قوية، في لازم تثبت للناس، اللي كل الناس اللي كانت بتطالب ان انت تكون موجود في منتخب مصر، لازم تثبت لهم ان فعلا الناس دي بتتكلم صح، ولازم تبقى قد المسؤولية دي، وان شاء الله اكون قدها، وان شاء الله يعني اثبت ان مصر فيها مهاجمين كويسين. اوغندا، الكونغو، زيمبابوي، وضربة البداية مع زيمبابوي، شايف المباراة دي ازاي يا كابتن؟ اكيد طبعا يعني هتبقى مباراه حماسيه، دي افتتاح البطوله وعلى ارض مصر، فاكيد هتبقى مباراه قويه جدا بالنسبه لمنتخب مصر. اكيد كل اللاعبين عايزين يثبتوا ان منتخب مصر يفرضوا شخصيتهم في البطوله من اول ماتش، فده هيكون حافز ان اللعيبه تطلع اقصى حاجه عندها، عشان الاخر كده يعني تخوف كل المنتخبات. فاكيد ان شاء الله تبقى مباراه قويه جدا. كابتن احمد علي، تحب تقول ايه لكل الجماهير المصريه اللي هتكون متواجده في استاد القاهره، يعني 80 100 الف متفرج، ايا كانت الساعه وايا كان هيتملي ازاي الاستاد، تحب تقول لهم ايه؟ نفسي جماهير مصر كلها يعني زي تلتف حوالين علم مصر، كلنا في الاول وفي الاخر حوالين علم مصر في اي مكان، فان شاء الله الجماهير تخش وتشجع منتخب مصر من اول دقيقه لاخر دقيقه في كل الماتشات لحد النهائي، وهو ده المعروف عن الشعب المصري، يعني من غير احنا ما نوصي الجماهير، هي الجماهير اكيد عندها الروح والوطنيه ان هي تعمل كده.